بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قربنا على الخواتيم وقربنا على النهاية. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ الحمد لله. بس ما خلصناش، احنا ما خلصناش ويا جماعة. رمضان ما خلص والايام الباقية اللي جاية غالية، وبكرة ليلة والله العظيم ليلة 29 ليلة غالية جدا. وفي اقوال كتير العلماء ان هي ليلة القدر، صحيح الغالب هو ليلة 27، لكن ما حدش يعرف انت ليه تنشن، ليه تشتغل على حاجة هم كلهم في الآخر 10 أيام وفضل آخر ليلتين. أهم وقت في السباق هو آخر 100 متر، وإحنا يبدو أن إحنا لازم ندرب نفسنا أن أنا شادد نفسي لغاية لحظة الختام يوم العيد، ليلة العيد خلاص، بس تبقى وصلت للآخر. طيب بس دي كده كده يعني مقدمة كان لازم أقولها لكم. إحنا النهاردة قبل ليلة الختام اللي هي بكرة، حلقة النهاردة كلها بتدور حوالين فكرة الشغل عند ربنا. وأنا نفسي الناس اللي بتسمعنا ياخد كده قرار وهو بيتفرج دلوقتي، إيه اللي أطلع بيه من رمضان السنة دي؟ عايز أطلع من رمضان السنة دي بشتغل عندك يا رب، عايز أطلع من رمضان السنة دي ليه دور عندك يا رب. والنبي اللي هو صلى الله عليه وسلم كان بيدعي كل يوم في صلاة الفجر، اللهم هب لي من لدنك عملا صالحا يقربني إليك، يا رب ابعت لي النهاردة عمل حلو يقربني. رسول ده دعاء القنوط عند النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء صلاة الفجر. قاعدة النهاردة جميلة جدا، مقامك حيث أقامك. مقامك عايز تعرف قيمتك، شوف ربنا حطك فين، فأخرج أحسن ما عندك لله. انت بتشتغل وبتاكل عيش وهتكمل بعد كده تاكل عيش وتعيش حياتك، لازم تشتغل عند ربنا في حاجه، ممكن تكون جوه مهنتك، بس المهم انك تشتغل عند ربنا، المهم انك تقوم بدور. ايه بقى الدور؟ كل واحد يدور لنفسه على دور ويدعي ربنا يعمل له دور. انا بصور الحلقه دي وانتم معايا، وكل واحد من اللي قاعدين شاء ربنا ان يجعل له دور. عاصم واطعام الطعام، وشايل في حاجات جميلة جدا جدا. احنا في الاخر اللي جمعنا كلنا هي فكرة الاحسان، وانا مشروع حياتي اللي باقي هو مشروع الاحسان، والواحد نيته في مشروع الاحسان المساهمة في احياء الاحسان في امة النبي صلى الله عليه وسلم. الاحسان تلت ديننا، الاحسان اللي هو روح الدين الاسلامي، الاحسان ومشروع الاحسان، وان احنا عمالين نفكر ونخطط نعمل ايه المشروع الاحسان، والهدف انه يتحول لثقافه شعبيه لدى المسلمين، الناس اللي في الشارع العاديه تعيش بالاحسان وتفكر بالاحسان. بناء على اللي احنا بنقوله دوت، في حلقه النهارده كلها احنا جايين نحكي للناس احنا بنعمل ايه في مشروع الاحسان، ونحكي للناس احنا نفسنا نحقق ايه في مشروع الاحسان. فخلوني اول مبدا نقول ان من جمال فكره مشروع الاحسان نبقى فيه منهج. يعني ايه بقى في منهج؟ يعني مش مجرد يلا نعمل حاجه خيريه، احنا تعبنا سنين عشان نطلع كلمه منهج. ولما اقول كلمه منهج اقصد بيها ان الروحانيات كتير كانت بتتقدم في العالم الاسلامي من غير ما تقول ده يودي لفين، يعني مفيش منهجيه، يعني لما تعيش بالروحانيات دي يحصل ايه؟ هتبقى كويس. لا، دي مش منهجيه. انما المنهجيه يعني ايه؟ لما تعيش بالروحانيات 1 2 3 هيحصل فيك أخلاق كذا، فتكون النتيجة أن يتحصل فيك سلوكيات 1 2 3، ده اسمها منهجية. وبناء على هذا الكلام فاحنا قعدنا تعبنا كتير لغاية ما طلعنا أن أنت لو عشت بالمنازل السبعة 1 2 3 4 5 6 7 هينتج عندك أخلاق 1 2 3 4 5 6 7، ينتج عنك صفات للنجاح في الحياة من 1 ل7، فبقى عندنا ما يشبه منهج. فخدنا بعضنا وبدأنا نقول طيب هي مسألة إن الإحسان ده يبقى ثقافة شعبية نعمل إيه؟ فبدأنا نقول إزاي نوصل للناس عشان يبقى مغروس في نفوس الناس، غير برامج عمري خالد اللي احنا بنعملها وغير البرامج اللي احنا بنعملها. فاخترنا 3 مجالات: التعليم، الميديا والسوشيال ميديا والتواصل مع الناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والترجمة وكل ما له علاقة بقى بفكرة الترجمة. فجينا في التعليم وبدأنا نعمل منهج طالع من الفكرة دي. هاتي علي من وراك، هاتي يا زكريا. ده بقى فكرة المنهج بتاعنا، ده المنهج اللي احنا عايزين نعمله. الجانب الروحاني ازاي اوصل للإحسان؟ محتاج تعيش بالذكر،
ومحتاج عشان كمان توصل للإحسان المنازل السبعة دول. المنازل السبعة دول والذكر وكل ذكر له علاقة بمنزلة، ده اسمه منهج، ده اسمه منهجية ينتج عن الاثنين. كده انت جبت الإحسان الروحي، كده انت عشت الإحسان الروحي. فين بقى الحياة؟ مش الإحسان ده قلنا يبدأ روحي ثم يمتد ليشمل الحياة كلها، فين الحياة؟ فينتج عنه سبع أخلاق، طبعا ما فيش مكان ان احنا نكتب السبع أخلاق، وينتج عنها سبع صفات للنجاح في الحياة. فهنا في سبعة وهنا في سبعة، قدام السبعة دول فهم أربع سبعات. ده المشروع بتاع الإحسان، وده المنهج بتاع الإحسان، وتعبنا عليه. طب وانت طلعت دول ودول منين؟ بدأنا نربط الحاجات دي اللي هي الروحية بجلسات طويلة مع علماء النفس الإيجابي البوزيتيف سايكولوجي، علشان نشوف ازاي نربط المنازل السبعة بصفات النجاح في الحياة، وازاي نربط الصفات السبعة بالنجاح. يعني مثلا التقوى في النجاح في الحياة لما تيجي تربطها هنا أكيد مربوطة بالتحكم في الذات، ما هو التحكم في الذات في علم النفس الإيجابي مربوط بالتقوى، وأكيد في الأخلاق المصداقية الصدق والأمانة مربوطة بالتقوى. فأنت ربطت التقوى بحاجة خلقية وبحاجة في النجاح في الحياة. طب هو النجاح في الحياة في صفات إيه؟ في حاجة في علم النفس الإيجابي اسمها 24 character strength، صفات 24 للنجاح في الحياة، منهم سبعة أساسيين. فربطنا السبعة دول بالمنازل السبعة. ده انت حولته المنهجية، حولته المنهجية. وهي برامج رمضان بقى لها 5 سنين ببرنامج السنة دي بتشرح الورقة دي. هو احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنشرح دي، وهو برنامج الفهم عن الله غير ايه شرح المنازل السبعة وازاي بتنعكس على اخلاقك وحياتك. وبنختم بالذكر عشان الذكر هو اللي هيجيب لك الاحسان ويجيب لك انك تتحرك في المنازل السبعة. ده منهج بجد. والاثنين دول جايين منين؟ جايين من علم النفس الايجابي بعد دراسته سنتين وجلسات طويلة مع العلماء للربط. ايه ده؟ يبقى منهج علمي. منهج علمي، والاول مرة حد يربط الروحانيات بحاجة علمية عالمية، علم عالمي موثق علميا، مش علم في غير موثق، لا، العلم النفسي الإيجابي موثق علميا. ده مشروعنا، واخدين بقى الكلام ده ومحولينه لثلاث حاجات. شكرا يا زكريا. محولينه لمناهج تعليمية. ومين اللي قاعد يحوله لمناهج تعليمية؟ مجموعة من الناس الناجحين المتخصصين الشاطرين في الحكاية دي. ومين اللي اشتغل في الميديا؟ مجموعة من الناس اللي فاهمة وشاطرة في الحكاية دي. ومين اللي اشتغل في الترجمة؟ طب ومين هم الناس دول؟ سفراء الإحسان اللي قاعدين معايا دول، واللي هم يوصلوا حددهم ما شاء الله ل 300 ولا 400 من 33 دولة، وكلهم كل واحد شاطر في تخصصه. أنا بحكي للناس الكلام ده ليه؟ يا جماعة احنا معانا مشروع حلو، معانا مشروع جميل للإحسان، تحب تشتغل معانا في دون أو اشتغل في غيره، المهم انك تشتغل عند ربنا، المهم انك تعمل حاجة لربنا. عايز تشتغل معانا ادخل على احسانlive.com واعمل الابليكيشن وشارك معانا، هتلاقي موجودة دلوقتي على الشاشة، وشارك معانا وخليك معانا في هذا المشروع. وبدأت بقى سفراء الإحسان اللي هو حضراتكم وغيركم، الله يرضى عنكم ويبارك لكم، يملا ازاي نشتغل. ففي فيكم ناس شاطرين جدا زي ابراهيم السيوفي وغيره وكريم عبد الله، ازاي نملا نعمل ده في شكل مناهج. فعملنا منهج، والمنهج ده بدأ يدرس دلوقتي في مدارس انترناشونال في مصر، في المغرب، في امريكا، في لندن. جوه المدرسة بيدرس منهج بناء شخصية مبني على اللي احنا قلناه دوان. وبعدين بدأ يدرس للأيتام في دور الأيتام، يجمع الأيتام وياخدوا المنهج ده. ومنا نور الدين بالمناسبة هي المسؤولة عن تدريسه للأيتام. وبعدين بدأ يدرس لأطفال الشوارع، لأن عاصم شغال في إطعام الطعام، فكمان إطعام الطعام للفقراء بيجمع ولادهم، مش بس إن احنا بندي أكل، لا، بنعلم. وبعدين نفكر إزاي نبدأ نشتغل في الميديا، فبقت كندة بتساعد مساعدة كبيرة. أنا بدي بعض الأسماء لكن في ناس تانية كتيرة مش موجودة، بدأت كندة تساعد. وبعدين طب إزاي نعمل إحسان لايف، فبقت حبيبة شغالة في إحسان لايف. طب إزاي نعمل حاجة اسمها عالم الإحسان، كل ده في السوشيال ميديا، فبقى زكريا شغال في عالم الإحسان. علي ده معايا، ما حدش له دعوة بيه وما حدش يقرب منه. في الآخر احنا عايزين نقول للناس المعنى ده، مقامك حيث أقامك. طب ومشروع الإحسان ده بقاله كم سنة؟ بقاله حوالي 5-6 سنين. طيب المنهج خد كم سنة؟ سنتين قبليهم علشان توصل للمنهجية دي. طيب ومين اللي بيعمل الحاجات دي؟ الشباب دول.
طب وانا بعمل ايه؟ انا بعمل البرامج اللي بتخدم على الفكره. طب والهدف ايه؟ يبقى ثقافه لدى المسلمين ينتشر بين الناس بيسر وسهوله وحب والطريقه دي. طيب انا عايز اعمل معاكم حاجه، ادخل على الـ على الـ على الفكره اللي انا قلتها دي، ادخل على ihsanlife.com وهتلاقي ابلكيشن املاها وظاهر قدامك. طب انا مش عايز اشتغل معاكم، المهم انك تشتغل عند ربنا، مقامك حيث اقامك، عايز تعرف قدرك شوف ربنا حطك فين. اللي انا بحكيه النهارده ده على بساطته هو في الاخر حلقه النهارده. حلقه النهارده بتقول بيخلص رمضان، طيب ربنا اكرمك جوائز وليله قدر وعتق من النار ومغفرة الذنوب وإجابة الدعاء، هتاخد الكلام ده وتروح؟ طب وحال الإسلام والمسلمين؟ طب وتقول لربنا إيه يوم القيامة لما يقول لك يعني ماذا قدمت للإسلام؟ ده أنا بعت لكم أحلى دين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، مديلكم أحلى هدية ورضيت لكم الإسلام دين. طب أنت مش عارف حال المسلم والمسلمين؟ بس إحنا في الآخر عايزين ناس معتدلة مش ناس متشددة، ناس كده سهلة مستنيرة. دور على حاجة حلوة تعملها للناس بهدوء بعقل بتوازن، أساعد في أيتام، أساعد في إطعام طعام، أساعد في أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أساعد في مستشفيات، أساعد بعلمي، أساعد بتكنولوجي، أساعد بفن، أساعد بكاريكاتير، أساعد ببرمجة، أساعد بتوثيق حاجة، أساعد أن أنا أعمل معاكم حاجة، أي حاجة. ادعي يا رب استخدمني، يا رب شغلني عندك، يا رب خلي لي دور. يا جماعة القعدة اللي احنا قاعدينها دي احنا نعرف بعض بقى قد ايه دلوقتي؟ كم سنة يا زكريا؟ تقريبا 3 سنوات. 3 سنوات نفس الوقت حبيبة. انا اتكلم عن نفسك بقى، انا عاصم قفصين قبل السفراء 11 سنة كندا. صبري جميل يا دكتور. كندا 3 سنوات، منا انت تعرفيني من سنين طويلة، يعني فوق ال 20 سنة علي انا وانت. حضرتك اللي مربيني يا دكتور. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان احنا اتجمعنا وبقينا عيلة واحدة علشان عايزين نعمل حاجة حلوة. انت كمان هتبص تلاقي وانت بتعمل الخير تجمع على عيلة، لانها بتبقى صحبة حلوة، لانها لله. وربنا بيقول وجبت محبتي للمتبادلين فيه، اللي بيبذلوا حاجة عشاني اديهم الحب. يا نهار ابيض على الحديث ده، ده يكفيك. ده ناس كتير بتعاني ان مش لاقية صحبة صالحة. يعني شوفوا انتوا بقيتوا عيلة، وامهاتكم وابائكم عارفين بعض، وبقى خلاص بقى كوميونيتي، بقى مجتمع مليان خير، لان احنا عندنا حاجه نعملها. يا جماعه انت لما هتشتغل ربنا هتاخد حاجات كتيره قوي. راجع حلقه الرضا، هتاخد الرضا، لان رضاك عن حياتك يبدا برضاك عن معتقدك. لو حسيت انك راضي عن دينك وفرحان بيه وفخور بيه ومنتمي اليه وعايز تعمل له حاجه، الرضا هيعلى وتلاقي صحبه حلوه، وربنا يفتح عليك ويبارك لك في وقتك ويبارك لك في عيالك. انت محتاج تشتغل عند ربنا، انت لازم تاخد نية النهاردة انا عايز اشتغل عند ربنا في اي حاجة، المهم انها تكون معتدلة ومستنيرة وبعيدة عن اي تشدد. عايز تشتغل معنا اهلا وسهلا، مش عايز تشتغل معنا الدنيا الخير كتير. الاسلام محتاج، احنا المسلمين محتاجين كل حاجة. يعني انا ساعات اسأل نفسي، يا ترى الاحلى ان انا موجود في الزمن ده، ولا كنت موجود مثلا في زمن التابعين مثلا؟ زمن التابعين كل حاجة معمولة. انما زماننا ده اي حاجه تقدر تعملها، الاسلام محتاج كل حاجه. فده اللي انا حكيته الاول، حكيت عن مشروع الاحسان، لكن الموضوع مش مقصور على مشروع الاحسان، لكن انا منتمي لمشروع الاحسان جدا وبحبه جدا وابذل حياتي ليه، ومتخيل ان انا بتكلم في تلت الدين الاسلامي محتاجين احياء، ولو 1% من المسلمين بس بقوا محسنين والله يتغير الحياه كلها، لان الاحسان روحي وحياتي واخلاقي شامل، حاجة نسخة فريدة. انت افضل منتج انساني، لا تقولي الكوري ولا اليابان، اقوى منتج انساني اكيد المحسن، لانه مطلع احلى ما عنده في الحياة بصرف النظر الناس هتديله ايه. طيب بناء على هذا الكلام انا قلت اللي عندي، انتوا عايزين تقولوا ايه؟ حد عنده ايه زكريا؟ يعني يا دكتور بصراحة الفكرة المشروع وموضوع الإحسان، يعني أنا شايف بنجاوب على أول آيات القرآن اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. في يعني جوابين، من الجانب الروحاني إحنا بنحاول الآيات دي دعوة للتأمل في تبديل الرؤية للكون، فده الجانب الروحاني اللي أنا شايفه. وطبعا رمزية القلم، يعني احنا بندي منهج ومشاريع تانية وعلم، فنقلة الأمة الإسلامية عن طريق العلم ده شايفة حاجة مناسبة للمشروع ده. رهيب اللي انت بتقوله ده، هي أول سورة في القرآن، أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. جماعة الروحانيات وجماعة العلم والحياة،
وكأن هذا الدين شغال على الاثنين دول اللي هو الإحسان. ما هو الإحسان؟ تعبد الله كأنك تراه فيمتد إنك بتحسن في كل حياتك، فهو يبدأ روحي ويمتد حياتي. جميل. مين عنده حد؟ أيوة علي. يعني أنا ما شفتش قبل كده بابا يعني مركز في حاجة ويحس إن المشروع ده حاجة كبيرة ليه ودي أكتر حاجة ومركز عليها في حياته قد مشروع الإحسان، فإن شاء الله يعني ربنا هيكرمك. والله تصدق إن أنت فرحتني بالكلمة دي، لأن علي عايش معايا وإحنا أصحاب قوي وقريبين من بعض قوي، فهو أول مرة يقولي الكلمة دي. يعني شوفوا على قد ما بنقعد مع بعض وأول مرة يقولها النهاردة. أنا عمري ما شفت بابا مركز في حاجة قد ما شفته مركز في مشروع الإحسان. إن شاء الله. إن شاء الله يعني. شهادة مبسوط بيها من ابن الظهر. من ابن الأبو. وأنت وأنا في ظهرك. ودايما يقول أنا في ظهرك أنا سندك. جدع يا ولد راجل. مين عايز يقول حاجة تانية؟ أيوة من. يا دكتور حضرتك علمتنا الجملة بتاعت مصطفى صادق الرافعي، إن لم تزد على هذه الحياة شيئا كنت أنت زائدا عليها. ولا يبقى إلى الأثر. يعني سبحان الله إحنا كلنا كده كده ماشيين. وهو ده الأثر اللي هيتساب. يعني إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الأثر هو اللي باقي بنص سورة ياسين. شكرا يا منى. أيا كان دكتور في آيتين كتير بيأثروا فيني. واحدة الأولانية بتقلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثانية بتقلك إني جاعلهم في الأرض خليفة، وقلك الأرض وخليفة، خليفة جت بعد الأرض. كأنه رب العالمين عم يقول لك أنت مخلوق مشان هدف بالحياة، أنت مخلوق مشان تعمر الأرض. وشو بزعل لما الناس بتيجي وبتروح على الجامعة وبتدرس وبتشتغل وبتجيب أولاد وبعدين بتموت وخلص خلصت الحياة؟ لا، مش هاي الحياة. الله الله يرضى عنك يا كندا ويبارك لك. أيوة حبيبي. يعني مقامك حيث مقامك دي مقولة أنا يعني بحبها جدا، دايما لما ببقى متضايقة أو في حاجة دايما بفتكرها علشان ربنا يثبتني. كمان عايز أقول إن يعني حتى لو الشخص شايف إن مقامه دلوقتي مش عاجبه، أو هو مش مبسوط، أو وسط صحبة مش كويسة، أو في وسط عزلة، أو في غربة، أو أيا كان، يعني ربنا كريم جدا جدا. بحس إن ربنا كريم بينا جدا في الحتة دي، إن كل ما عليك إن أنت تعمل إن أنت بس تبدأ، إن أنت تقول بس تاخد خطوة، أو تقول بس يا رب أنا عايز، بتلاقي ربنا بيفتح علينا. يعني من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني أو من ذراعا ومن تقرب مني ذراعا بالضبط، وهكذا. فربنا الحمد لله كل ما علينا نحن نعمله ان احنا ناخد خطوة صغيرة، ربنا ان شاء الله يفتح علينا. حلو جدا جدا. مشروع الاحسان يا دكتور بالنسبة لي حياة، يعني بقى جزء من حياتي انا يا دكتور. الله يا عاصم، انت جميل يا عاصم. انت جميل، ربنا يقوينا. الصبر على عاصم نص الاحسان. ونص ونص التاني الصبر على علي. شكرا ليكم جدا. تعالوا نكمل مع بعض. شكرا يا اولاد. الف شكر. يلا بينا. دكتورنا ازيك يا وليد؟ كل سنه وانت طيب. طيب يا حبيبي. جبت الكحك ولا لسه؟ لسه. بص بصراحه شديده، انا عمري في حياتي ما صمت الستة البيض بصراحه، والعيد داخل، فكنت عايز الاول اعرف ايه الطريقه المثلى ان انا اقضي بيها العيد عشان ما بوظش بقى كل اللي عملته الفتره اللي فاتت، وعايزك تكلمني شويه على فضل الستة البيض. يعني شوف، الستة البيض يكملوا لك ان انت صايم السنه كلها، لان رمضان 30 يوم والحسنه ب 10 امثالها، ادي 300، فاضل 60. 6 في 10 ب 60، انت قفلت السنه صايم واخد ثواب عند ربنا انك صمت السنه كلها، مبروك عليك. واحد. ده إجابة نموذجية. إجابة نموذجية. نمرة اتنين، ربنا ما بيحبش الشخصيات الحادة في عواطفها، يتدين فجأة وينزل فجأة، يجمد قوي 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 فجأة وينزل فجأة. فقبل ما يدخل رمضان قالك فيه شعبان حلو، وبعدين النص من شعبان، وبعدين تدخل رمضان، وبعدين يقولك علي فيه ليلة القدر، هننزل بقى خالص، يقولك فيه ست أيام عشان ما تنزلش مرة واحدة. الستة دول لازم بعد، يعني معلش أنا والله بجد، بعد يوم العيد. أي يوم بعد يوم العيد؟ طول شوال. أيوه. متفرقين او متجمعين او متجمعين. خلاص اتفقنا يا دكتور. بس شفت الفكره، يعني فكره فيها ثواب، يعني وفكره فيها شكل شخصيه، مش فجاه كده وفجاه كده. فيعلمك ان بقيه حياتك ما تبقاش كده.
في عواطفك، في علاقاتك، الله، في جوازك. ليها معنى عميق، فكره الست البيض. فده قلت اسالك السؤال ده عشان نفكر الناس. واخر حاجه، الطريقه المثلى ان انا استمتع بعيد هادئ من غير ما اروح للاكستريم العكسي، تنبسط وتخرج وتتفسح وتلعب كوره وتخرج مع عيلتك وتاكلوا بره وتروح وتسهر وتاكلوا وما تعملش حاجه حرام، بس بهدوء كده، بس طيب عشان حرام تبقى خدت كل الثواب ده وتفقده في يوم. صح والله، صح، يعني مش معقولة كل ده يروح في يوم. ليه كده؟ هنعرف ليه بتعمل في نفسك. بتجهز من دلوقتي للعيد هنعمل ايه غلط؟ شحن سلسل مع الشيطان مثلا، شحن التليفون وقام موصله بسلك كهرباء يفضي البطارية. ليه بتعمل كده؟ ليه انت ما قعدتش حنه ليه لمدة 30 يوم؟ صح صح. هتضمني للمشروع بتاع الاحسان ده؟ الشرف ويسعدني بجد، ولا عشان الكاميرا شغاله؟ لا والله العظيم بجد، والله ده شرف، افرح جدا. انا فخور جدا بالشباب وباللي والله فخور بيكم، فخور ان انا هنا اصلا معاكم. انا فرحت ان انت معايا يا وليد. يا دكتور الله يرضى عنك، شكرا يا وليد. طيب. وانت طيب حبيبي. السؤال الاخير واللي هنحسم بيه بينكم يا رب، رمضان شهر القرآن واحنا كلنا بنقرأ القرآن في رمضان. الفرقة من غير ما حد يفتح مصحف ولا جوجل ولا اي حاجة، عايز ترتيب اول 10 أجزاء من القرآن، عايز ترتيب الصور. لا ده صعب قوي. مين يرتب صور عبد الحميد هيعمل كده؟ اول 10 أجزاء من القرآن. يلا يا شباب ستوب. يلا يا عاصم، ترتيب اول 10 أجزاء من القرآن الصور. هروح لفريق فريق، روح للفريق التاني لو سمحت. الحقيقة الترتيب الصحيح كالتالي يا جماعة، تفضل حضرتك. الترتيب الصحيح كالتالي: الفتحة، حصل، البقرة، حصل، آل عمران، مظبوط، النساء، صح، ها مين يقول؟ المائدة، الأنعام، الأعراف، الأعراف، الأنفال، التوبة. توبة. ماشي. يعني احنا بنتكلم في 9 صور تقريبا هم اللي بيكونوا اول 10 أجزاء من القرآن. صح. الغلطة هنا ان هم حطوا كله صح ونسوا يحطوا الفتحة. الغلطة هنا حطوا كله صح ونسوا يحطوا الأعراف. لا وعندهم ترتيب غلط، هم قالوا الأنفال، التوبة، الأنعام. غلط، سين خالص. معلش يا دكتور. الحقيقه ان انا الان هقوم بدور المحكم. وان انا بقول يا وليد تتفضل. وان انا بقول من عندي ان الفرقتين اتعادلوا. يلا. وان الحل هو دي. ايه دي؟ دي بصله؟ لا دي مش بصله. انت مش عارف. الحل ده مشروم. مشروم؟ هم اللي ياكلوه. واللي هياخد الجايزه يختار وش ولا ضهر؟ غامق ولا فاتح؟ الفاتح ولا الغامق؟ فاتح. احنا يا دكتور هناخد يعني هي مش عارف يعني وجات على انهي وش يبقى كسبنا. انت تختار، انت عايز ايه؟ زي ملك وكتابه. ماشي. احنا الغامق عشان احنا انت الفاتح وانتوا الغامق. غامق. خلاص يلا توكلنا على الله. حكي كده يا مين. تبقى دكتور تقع على الارض. الله احنا الحقيقه ان الفريق ده هو اللي كسب، والحقيقه ان هم معزومين. في قربنا منك حبيت كل الناس حواليا، حبيت ايامي الجاي. ايوه انا بطمن بيك. بحكمتك راضي يا الله، برتاح برتاح في كلام معك، برتاح فين أحلى من قربك مكان.